أجمل تحية أعزائي إليكم التوقعات الفلكية لمواد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف للثاني والعشرين من شهر أكتوبر إلى الجمعة الثامن والعشرين من نفس الشهر. أعزائي بعجالة خلينا نستعرض الخارطة الفلكية ونشوف التغييرات اللي ستحدث خلال الأسبوع القادم ومدى تأثيراتها على مواد الأبراج. نبتدئ من كوكب بلوتو متواجد في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية، كوكب زحل ساتورن في العشرية الثانية من مجموعة الدلو الهوائية، كوكب نبتون يتراجع في العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية. طبعا هذه الكواكب هي كواكب عملاقة تبقى لفترة زمنية طويلة في البرج، لهذا حتى تراجعها يأخذ فترة زمنية طويلة. أيضا في مجموعة الحمل النارية يتواجد كوكب جوبيتير متراجعا أيضا في العشرية الأولى، نقدر نقول مواليد اليوم 21 و 22 و 23 من شهر آذار مارس أكثر المتأثرين سلبيا طبعا من تراجع جوبيتير. في مجموعة الثور الترابية في العشرية الثانية يتواجد كوكب أورانوس بهيئة تراجعية أيضا. في العشرية الثالثة من مجموعة الجوزاء الهوائية يتواجد كوكب المريخ، وكوكب عطارد راح يكون في أول يومين في العشرية الثانية ثم ينتقل إلى العشرية الثالثة من مجموعة الميزان الهوائية. أشعة الشمس في العشرية الثالثة أو في نهاية العشرية الثالثة من مجموعة الميزان الهوائية وستنتقل إلى مجموعة العقرب المائية وكذلك كوكب الزهرة. أهم الأحداث الفلكية هو استقامة كوكب الزحل في مجموعة الدلو الهوائية يوم الأحد. هذه الاستقامة مفيدة إلى مواد برج الدلو، هنا راح تخفض ضغوطات على مواد برج الدلو في الأيام القادمة، وأيضا تكون أيضا مفيدة للأبراج الهوائية بشكل عام. إضافة إلى هذا نشوف الأحداث الفلكية الأخرى المهمة هو انتقال أشعة الشمس يوم الأحد أو في صباح الأحد إلى مجموعة العقرب المائية، مما يدخل مواليد الميزان بفترة خلو مسار تستمر إلى 10:13 من صباح الاثنين. يوم الأحد أو فجر الأحد راح تنتقل أيضا كوكب الزهرة إلى مجموعة العقرب المائية باقتران على درجة عالية مع أشعة الشمس، مما يدخل مواليد الميزان بفترة خلو مسار ثانية تستمر إلى 6:14 من صباح الاثنين. هنا راح نشوف برج الميزان راح يتأثر بخلوي مسار، واحد من أشعة الشمس والآخر من كوكب الزهرة، ولهذا راح تكون الفترة أقدر أقول الفترة من يوم الأحد إلى صباح الاثنين هذه الفترة راح تكون حرجة وسلبية بالنسبة لمواد برج الميزان، عليهم الحذر. نحذر أيضا من القيام بمبادرة مهمة مثل عقد زواج أو عملية جراحية أو عقد عمل أو غير ذلك من الأمور المهمة يومي الثلاثاء والأربعاء. الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي: العذراء، الجدي، الدلو، الدجاجة والبقرة. والأبراج التي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بأسبوعنا الحالي: الحمل، الجوزاء، الأسد، الميزان والكلب. لاحظ أبراج كثيرة راح تواجه انخفاضات في الأسبوع القادم. حركة القمر السبت في مجموعة العذراء الترابية، الأحد والاثنين في مجموعة الميزان الهوائية، الثلاثاء والأربعاء في مجموعة العقرب المائية، ويومي الخميس والجمعة ينتقل القمر إلى مجموعة القوس النارية. فقط أعزائي أكد بأن حركة القمر هنا بصورة تقريبية، يعني بدنا نتطرق إلى الدقائق والثواني فقط نأخذ الأيام. الصدارة إلى مواد برج العذراء. ليش العذراء بالذات؟ لأنه يوم السبت القمر راح يكون في العذراء، الأحد والاثنين القمر في المنزل الثاني بالنسبة للعذراء، والثلاثاء والأربعاء القمر في المنزل الثالث، باستثناء يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع راح يكون العذراء منخفض. نقدر نقول 5 أيام منازل القمر راح تكون سعيدة بالنسبة إلى مواد برج العذراء، فبالتالي هو راح يكون الأفضلية من 7 أيام 5 أيام راح تكون جيدة. إضافة إلى هذا أيضا انتقال كل من أشعة الشمس والزهرة في بداية الأسبوع، انتقالهم إلى مجموعة العقرب المائية
والعقرب يعني تعتبر من المجاميع اللي تنسجم انسجام جيد مع مود برج العذراء باعتباره في المنزل الثالث، يعني برج مائي، فبالتالي العذراء راح يكون من افضل الابراج. الصداره الى العذراء مع ارتفاع الى كل من السرطان، الحوت والجدي، وانخفاض الى ابراج الجوزاء، الحمل والاسد. بدايه الاسبوع ترتفع مؤشرات الدلو وتنخفض مؤشرات الميزان، وفي وسط الاسبوع ترتفع مؤشرات العقرب وتنخفض مؤشرات الثور، وفي نهايه الاسبوع ترتفع مؤشرات القوس. الحمل يشعر بالقلق والتوتر نجمتين، الثور عليه الاهتمام بصحته نجمة واحدة، الجوزاء تزداد انفاقاته نجمتين، السرطان يتصالح مع الخصم ثلاثة نجوم، الأسد يتوتر لأتفه الأسباب نجمتين، العذراء قمة في النشاط والحيوية خمسة نجوم، الميزان مبعثر الأفكار نجمة واحدة، العقرب لديه لقاء مميز ثلاثة نجوم، القوس في شباك الغرام خمسة نجوم، الجدي يحقق مكسب مالي ثلاثة نجوم، الدلو يستعيد عافيته ثلاثة نجوم، والحوت يسمع خبر سار وله ثلاثة نجوم، مولود اللجاجة الصين يحقق انتصار وله خمسة نجوم، والبقرة تتسلط عليه الأضواء وله ثلاثة نجوم، الخنزير يسعد بصحبة الأحبة ثلاثة نجوم، والكلب يخفق مع الحبيب وله نجمة واحدة. مولود الغراب الهندي ضربة حظ غير متوقعة وله أربعة نجوم، واللقلق ينتظر مفاجئ وله ثلاثة نجوم، النمس عليه الحذر من المقربين وله نجمة واحدة، وأخيرا مولود برج شجرة البلوط الدرويدي خطوة إلى الوراء وله نجمتين. أفضل الأبراج راح يكون الدجاجة العذراء، وأسوأ الأبراج الكلب الميزان في العشرية الأولى. ملك الأسبوع مولود الثلاثاء 25 من أكتوبر الحالي. أعزائي معرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي يمكن الدخول على موقعي الرسمي paraskopa.de والمتواجد في صندوق الوصف. تحياتي، تقبلوا فاق مودتي، هذه أحلى روزة.